والحديث عن حركة دخول السوريين ينضم إلينا محمد علاء الدين رئيس هيئة الإعلام في الحكومة السورية المؤقتة معنا من معبر السلامة الحدودي. مرحبا بك سيد محمد. في البداية حدثنا عن حركة عبور السوريين من تركيا. مرحبا بك وبالمشاهدين والمستمعين الأكارم عبر راديو وتلفزيون الكل. بالنسبة لحركة العبور سائرة على قدم وساق كما يقال، ومن معبري السلامة الحدودي حيث أقف الآن، والعبور سواء للشاحنات والآليات المحملة بالمواد الإغاثية أو للمدنيين من السوريين الموجودين في تركيا والذين يعبرون باتجاه الشمال السوري، وأيضا من معبر جرابلس الحدودي الذي يتبع لولاية غازي عنتاب، فيما هذا المعبر معبر كلس باب السلامة يتبع لولاية كلس. نعم. إن شئت ربما اطلعتم على الأعداد التفصيلية قبل قليل في لقاء العميد عثمان نائب مدير عام هذا المعبر، يعني حتى الآن عدد المدنيين السوريين الذين دخلوا من هذا المعبر بشكل إجمالي عبر الأيام الأربع الماضية ما يتجاوز 2000 مواطن سوري يحمل بطاقة الكمنك من الولايات المنكوبة دخلوا عبر معبر باب السلامة وحده. نعم سيد محمد، هذا العدد بشكل تقريبي 2000 شخص تم عبورهم من هذه المعابر، ماذا يقدم لهم وما هي ماذا يقدم لهم وكيف تجري تسهيلات عودتهم إلى البلاد؟ قبل هذا اليوم لم يكن هناك حاجة للدخول عبر رابط، لم يكن الرابط جاهز بالنسبة للطرف التركي في معبر باب السلامة. أما اعتبارا من اليوم فقد عمم الرابط ويتم يعني أخذ إذن الدخول عبر هذا الرابط من الولايات المنكوبة من حاملي بطاقة الكملك المجددة البيانات للساكنين في هذه الولايات المتضررة، ويتم يعني وسطيا كما أعلن 500 شخص يوميا هذه الطاقة يستوعبها المعبر برياحة، ولكن ما دخل إلى هذه اللحظة يقترب جدا من 600 شخص في هذا اليوم. نعم. في معبر باب السلامة. أما معبر جرابلس، معبر جرابلس يعني ليس هناك ضغط آليات عليه، فهو ربما يستوعب أعداد أكثر. وما سبق وأعلن عن دخول السوريين من حملة الكملك من الولايات غير المتضررة، أؤكد أنه يوم أمس من معبر جرابلس دخلت أعداد من حاملي كملك اسطنبول وسواها، ونفت إدارة المعبر في الطرفين أن ذلك سيعتبر عودة طوعية ومفتوحة لا تسمح لهم بالدخول مرة ثانية، بل إن الأوراق التي يوقع عليها العائد سواء من الولايات المتضررة، هذا بالنسبة لمعبر جرابلس، سواء من الولايات المتضررة أو غير المتضررة يتم التأكد ويوقع على جملة أوراق، 3 أوراق مخروزة مع بعضها، بينها ورقة وعليه أن يتأكد منها. هناك تؤكد الهجرة التركية أن هذه العودة عبارة عن إذن دخول وليست عودة دائمة، ويحق له العودة بين شهر إلى 6 أشهر. أما في حال تجاوز مدة البقاء 6 أشهر عند ذلك لا يحق له العودة إلى تركيا. على كل هذا الموضوع يعني أثار لغطا كبيرا، وهناك تضاربات وهناك تأويلات كثيرة، وأحيانا كل ينشر على هواه أو من تلقيه من مصدر واحد. دعيني هنا أفسر، وهذا تحليل من عندي. في الدولة التركية نعلم جميعا أن هناك صلاحيات كبيرة للولاة، ولكل منطقة هو بمثابة حاكم لهذه المنطقة ما لم تأته تعليمات أعلى منه في السلم الإداري أو تمنع ذلك. لذلك عندما يقوم مثلا والي غازي عنتاب بالسماح لسوريين من غير الولايات المتضررة
فهذا قرار دولة ويعتمد رسميا ولا يمكن التراجع عنه. يعني هذه التهويلات والتخويفات من أن من ذهبوا ذهبوا وهؤلاء سيعتبرون بلا عودة، هذه لا أساس لها، وهذه لا يمكن أن تحدث في دول تحترم المواثيق الدولية، تحترم ذاتها أولا. فلا يمكن يعني أن تكون الأمور بهذه البساطة. نحن في دولة، هذه قرارات دولة، والي الولاية عندما يتخذ قرارا يعني لا يكون مسؤولية فردية، هذه مسؤولية دولة. أما فيما تفضلتم به في تصريح السيد وزير الدفاع التركي السيد خلوصي أكار، فهو جاء في معرض رد على وسائل إعلام معارضة في تركيا، ونعلم جميعا التجاذبات التركية الداخلية. الحديث جاء مختصرا ومقتطعا من سياقه فيما أراه، وأنا هنا أحلل من خلال ما اطلعت عليه من التصريح. هو بدأ بنفي الشائعات التي تطلقها وسائل إعلام معارضة في تجاذباتها ويعني تخطيطها المستقبلي، بأن السلطات التركية تسمح لأعداد كبيرة من السوريين المقيمين داخل الحدود السورية بالذهاب إلى تركيا. فهو نفى ذلك وقال، أضاف بأن هناك أكثر من 10,000 سوري، حدد الرقم بدقة، قد عادوا طوعا إلى سوريا. هذا الكلام وكونه ليس مسؤولا في الهجرة، هو تصريح من مسؤول يقول إن السوريين ذهبوا إلى سوريا طوعا وليس كرها وليس ترحيلا. هذا لا يعني من وجهة نظري كمحلل أن وزير الدفاع يؤول كلامه بأن هؤلاء ذهبوا ولن يعودوا. نعم، بالمقابل سيد محمد، ما هي إلى متى ستستمرون باستقبال الزيارة والأشخاص الذين يودون العودة إلى البلاد؟ الزمن مفتوح يعني في فترة السماح إلى أن تصدر تعليمات، وبالتأكيد عندما تصدر تصدر قبل أيام، ليكون هناك هامش في التحرك أنه بتاريخ كذا كذا ستوقف الزيارات الجديدة، وعند ذلك بتاريخ ذلك الصدور إن حدث سيبقى المجال مفتوحا لستة أشهر بعدها من أجل العودة. نعم، لو انتقلنا إلى المساعدات، ما مدى كفايتها للمتضررين؟ بالتأكيد كل المساعدات التي دخلت إلى هنا لا يمكن أن تفي الحاجة في شمال غرب سوريا، فما زالت قليلة قياسا، لا نقول بما حصل في تركيا، بما وصل إلى النظام السوري الذي فتحت ومنذ اليوم الأول باتجاهه جسور جوية وقوافل مساعدات كبيرة. يعني منذ اليومين الأوليين تجاوزت 100 طائرة، عاد عن الشاحنات البرية، وفتح موانئ لبنان باتجاه هذه المساعدات. الضرر ضرر على كل السوريين، يعني تقريبا نسبة الضرر في الداخل وبحسب إحصاءات النظام والتي يشكك بعض بأنها مبالغ فيها، نسبة الضرر الحاصل في المناطق التي يسيطر عليها النظام هي أقل من ثلث ما حدث في عموم سوريا. هذا إذا تجنبنا الحديث عن المتضررين السوريين في الولايات التركية، وعددهم ليس قليل. يعني حتى الآن دخل ما يقرب من 2000 جثمان عبر الحدود التركية السورية إلى الداخل السوري من المتوفين الذين تم التعرف، هذا غير الذين قضوا ودفنوا في الأراضي التركية ومن هم ما زالوا موجودين تحت الأنقاض ومن لم يتم التعرف على هوياتهم. إذن الضرر في الشمال، شمال غرب سوريا، أكثر مما هو لدى النظام. ورغم ذلك نجد أن المساعدات، رغم أن المساعدات الأممية وبجهود مع الحكومة السورية المؤقتة بدأت تدخل بقوافل يومية ومن أكثر من منفذ حدودي. قبل قليل دخلت قافلة لليونيسف من 3 شاحنات، وقبل يعني بحدود 190 شاحنة من الأمم المتحدة. هناك مساعدات من كردستان العراق بشكل يومي، قوافل تدخل إلى الداخل، بعد لحظات سيتم دخول قافلة من الكويت، سبقتها قافلتان من كل من السعودية وقطر.
بالإضافة إلى بعض وفود تقنية. ولكن رغم كل هذه المساعدات أؤكد ونحن شهود على الواقع من داخله بأن حجم الكارثة ما زال أكبر، ما زال يستدعي مساعدات أكثر، وسيبقى هذا متواترا عبر الأيام. يعني حتى الآن أعداد الخيام التي دخلت باتت مقبولة نوعا ما لمن هم بلا مأوى، أكثر من 1000 بيت أو قرابة 1000 بيت دمرت تدميرا كاملا. التقديرات الأولية لعدد المتضررين في شمال غرب سوريا يعني في محافظتي إدلب وحلب تقترب من 1,000,000 متضرر وليس مصاب، أؤكد على الأرقام وعلى دقة المصطلح. إذن ما زلنا بحاجة إلى كثير من المساعدات، سواء عبر الخيام، عبر الأغطية، البطاطين، ما يستلزم من فرش لهذا المكان، الغذاء، الدواء. وستبقى هذه الحاجة متكررة مع الأيام السابقة. ما زلنا في إطار الكارثة وأسبوعيها الأوليين، تداعيات ذلك فيما بعد ستستمر وسنشهد حاجات أكثر. كل الشكر لك السيد محمد علاء الدين، رئيس هيئة الإعلام في الحكومة السورية المؤقتة، كنت معنا من معبر السلامة الحدودي. شكرا لك.